كل قارة كان لها نصيبها من الجريمة والهجمات القاتلة وتجارة الأسلحة وحوادث الاختطاف وتهريب المخدرات المحظورة. لذلك كانت الحاجة الماسة لقوة شرطة عالمية. في عام 1914 كان المؤتمر التأسيسي بموناكو لتولد فكرة الشرطة الجنائية الدولية ليكون العالم أكثر أماناً. أوقفت الحرب العالمية الأولى الخطط، لكن الإنتربول تأسس عام 1923 ليساعد في إنفاذ القانون عبر الحدود، البداية بعشرين دولة. بين أعوام 1925 و1930 أنشئت وحدات خاصة للتعامل مع مهربي المخدرات الهاربين. عام 1935 بدأت الاتصالات تتطور لجهاز الانتربول مع الحرب العالمية الثانية وبداية اشتعالها عام 1938. توقف الانتربول عن العمل بعد الحرب. بدأ الانتربول في إعادة بناء للمقر الجديد، وكانت باريس برموز جديدة عام 1947 لتعقب الهاربين. لتعترف الأمم المتحدة عام 1971 بالإنتربول مع تعزيز دوره في مكافحة الإرهاب. في عام 1982 أنشئت لجنة خاصة لضمان تتبع الجرائم عبر البيانات التي تحترم حقوق الأفراد. عدد الأعضاء تزايد ليصل لمئات وخمسين. لينقل المقر من باريس لليون في عام 1993. الحادي عشر من سبتمبر كان نقطة التحول مع تزايد العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم، ليكون الانتربول دعما على مدار الساعة للدول الأعضاء فيه. كل الشرطة الدولية تعمل معا، ويتم تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات والملفات لمساعدة الشرطة المحلية في القبض على أخطر المجرمين. إنه الانتربول. من مصر، محمد عبد العال.